أمثلة الحيوانات. قالوا عن شعر أبي تمام أنه يقال أن شعره يقرع طبلة الأذن قبل أن يصل إلى القلب، لكن الشعر البحتري يمضي مباشرة إلى القلب لسلاسته ولرقته ولهلهلته كما يقال في الشعر. وكذلك هو كذلك هي شهادة فاتحة تمضي مباشرة إلى القلب لتسكنه. الحقيقة وما يميز هذا اليوم الاحتفالي أيضا هو أنه في طنجة، طنجة حب سميرة الأثير الذي لا يموت وينبض على الدوام، وواضح بشكل جلي في كتابها هذا شيء مني، تلك المقالات التي كتبت عن طنجة وعن تفاصيل طنجة وعن أزقة طنجة وعن مناسبات طنجة. سميرة تبعتني من فوج اللاحق، يعني دراسة في الرباط، دراسة في طنجة والدراسة في الرباط، وبعدها تجربة ديال سيداتي سميرة. سيداتي سميرة اختارت أنها تمشي للصحافة المكتوبة وليس للسميع البصري أو التلفزيون، وما أدراك ما التلفزيون في تلك الفترة. التلفزيون كانت له قيمة، كانت له رمزية، كان له أثار، كانت له نجومية إلى آخره. سميرة كان ممكن تمشي للتلفزيون مع البنات صحابتها زميلتها فاطمة الإفريقي وفاطمة برودي. فاطمة البارودي، نادية أبرام إلى آخره. نادية من بعد تمشي للماب، وسميرة غترجع للصحافة المكتوبة لأنها مخلصة للصحافة المكتوبة، وخدت التجربة ديال سيداتي من بعد هادية سعيد ما تمشي بحالها من المغرب. سميرة تاخذ داك المنصب وغيكون لها السبق، بحال اللي قالت قبل قليل الزميلة إكرام عبدي أنها تجري حوار مع الأميرات في المغرب في ذاك الفترة ماشي سهلة. وسميرة بتواضعها ببساطتها ما استغلتش ذاك الشيء ولا اعتبرتها جزء من العمل وعملته بمهنية وبجودة وإلى آخره. كان سبق صراحة في ذاك الفترة هذيك. أنا اليوم سعيدة جدا بأن أوقع كتابي في مندوبية الجهوية للثقافة بطنجة بين أحبابي وأصدقائي وعائلتي. هذا التوقيع له طعم خاص لأنه فيه أشياء كثيرة مني، هذا الكتاب فيه أشياء كثيرة من طنجة، وطنجة هي مدينتي التي ترعرعت فيها وتربيت بين أزقتها وشوارعها وعشت فيها قيما مغربية أصيلة، شعارها المحبة والتضامن والأخوة. وكان هذا اللقاء أعتبره لقاء تاريخي اليوم في مدينتي، سعدت به جدا جدا، وأتمنى أن تتكرر هذه النوعية من لقاءات ثقافية لأنها تفتح باب التواصل مع الآخرين. إحنا اليوم كنا في مجلس محبة أكثر منه مجلس لتوقيع كتاب، وهذا سعدني جدا، وأتمنى أن أكون قلت بعض الأشياء الجميلة وأن يجد القارئ أشياءه في هذا الشيء مني. شكرا. السيدة المناد، ربما الكتاب فيه واحد نوع الاعتراف مني كشخص وكصحفية للأستاذة هادية سعيد اللي أطردني، هي اللي كانت معايا. وكان أيضا هذه السيدة اللي تلاقيتها صابرين الحرش، هذه اشتغلتها للذاكره بزاف من خلال ماكينه الخياطه. هاد كنت كنتمناها تكون هنا حتى هي، ما جاتش. هذه عمر بنتي، ولكن ربما كتشوف الحمد لله كاين الامل، لان هذه بنت كتشتغل على الماكينه ديال الخياطه لتكريم والدتها التي كانت هي المعيله الاساسيه لايصال
لإيصال أبنائها إلى بر الأمان بعدما مرض الوالد ديالهم. فهي كانت كتقول لي أنا كنت كنسمع ديك الماكينة كتحرك في الدار كتزعجني، ولكن يوم تتوقف ديك الماكينة تتوقف الحياة. حضوري اليوم في مدينة طنجة بالضبط مقر المديرية الجهوية للثقافة، وذلك الاحتفاء بكتاب شيء مني لزميلة الإعلامية الكاتبة سميرة مغداد، وهو صادر عن دار سليكي أخوين، والغلاف طبعا للفنانة التشكيلية صبري الحرش، وهذا الغلاف هو الذي أثرني، وهو الذي كان يعني العتبة الأولى التي بدأت بها قراءتي للكتاب، والتي يعني شهدتها هذه الأمسية في كشهادة أو كقراءة في الكتاب شيء مني. وأرى بأن الشيء مني هو كتابة الحنين وكتابة الذاكرة، وسميرة مغداد تنهل من ذاكرتها لتستعيد الكثير من اللحظات هي الصامتة من أحداث ومواقف صادفتها على طول يعني حياتها المهنية، وكانت يعني كانت تحاول أن تتخلص من الإطار الإعلامي أو الإطار التقريري، ولتبتها في مقال رأي. اليوم هو اليوم احتفائي بالكاتبة والإعلامية سميرة بغداد وبكتابها شيء مني، وهو كتاب يحتوي على مجموعة من المقالات التي نشرتها مجموعة من المنابر الإعلامية على مدى عقدين. كتاب أعتبر مقالته بالنسبة لي، سميرة تعتبر بالنسبة لها أنها متنفس لها في ظل إكراهات مهنة المتاعب وهي مهنة الصحافة. في نفس الآن هذا الاحتفاء كان جلسة محبة ووفاء واعتراف بصداقات وبذاكرة، وخاصة ذاكرة مدينة طنجة، وخاصة أن سميرة مغداد هي طنجاوية، والفضاء والمكان مدينة طنجة حاضر بقوة في هذا الكتاب بشكل كبير.